لو سألتني وأنا صغيرة بتحبي إيه؟ أقولك السرعة. ناس كتير بتخاف منها، بس أنا ما خفتش. كانوا دايما بيقولولي ركزي في شغلك عشان ده اللي باقيلك. ابنك بيكبر، محتاجة جنبه. مفيش بنت بتعمل اللي انت بتعمليه ده. فريق قاضي، فريق طبي، 302 يلا شارج على الهاتف عند كيلو 50، حد يتحرك. البنات ما بتعرفش تسوق على الاسفلت. تعملوا ايه في الصحراء؟ أنا مش ناسية لما تهت في أول سباق دخلته، بس فاكرة لما طلعت الأولى في آخر سباق، ومش هيكون آخر سباق.